عادت الفنانة إلهام شاهين من دبي بعد رحلة استغرقت 8 أيام في دولة الإمارات، حيث حضرت فعاليات مهرجان أبوظبي السينمائي الدولي في دورته 8، كما حضرت حفل تنصيبها كسفيرة للنوايا الحسنة في دبي. إلهام يتبقى لها حوالي 10 أيام تصوير من فيلم يوم للستات الذي تقوم ببطولته وتنتجه وتخرجه كاملة أبو ذكري. يشارك في بطولة الفيلم فاروق الفيشاوي، نيلي كريم، ومحمود حميدة، وأحمد الفيشاوي. وفي نفس الوقت ما زالت إلهام في مرحلة اختيار العمل الدرامي الذي ستقدمه في رمضان المقبل. أنا جيت لك اهو عشان أخد بخاطرك، وقع في عرضك وأقول لك سيبهولي، حياة العيش والملح تسيبهولي. أصل ده حاجة تانية خالص، مش عشان الحاجات اللي ببالك، لا. ساعات يصحيني من عز النوم ويقول لي اشربي مية فوزية، ساعات الاقيه بيتعكل في رجليا وانا نايمة تعبانة وهلكانة من الوقفة عليهم طول النهار. سيبهولي يا اختي.